السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضر مع بعض مادلين. راح نشوف الطريقة اللي تخلينا تحصلوا على مادلين يكون خفيف ويكون منبل وأيضا راح يبقى طري لمدة طويلة. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. فيما يخص مقادير وصفة اليوم راح نحتاج 80 غرام من الحليب اللي هي أقل من نصف كاس. عندنا أيضا 150 غرام من الزيت وأربع حبات من البيض تكون متوسطة الحجم. عندي 300 غرام من الفارينة اللي هي 2 كوب ونصف، وعندي هنا 180 غرام من السكر. يعني بالنسبة لكمية تاع السكر تقدر تنقصوا حتى 150 غرام أو تستعملوا 200 غرام كل واحد والذوق تاعو. عندي أيضا 7 غرامات من الفانيلا والقليل من قشور الليمون أو البرتقال، أنا هنا استعملت قشور البرتقال. عندي أيضا 16 غرام من الخميرة الكيميائية اللي هي تقريبا كيس ونصف الكيس من الخميرة الكيميائية، وراح نحتاج أيضا علبة تاع 100 أو 125 غرام من الياغوت الطبيعي اللي يكون بدون سكر. نجوزوا الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير. في الأول راح نحطوا الكمية تاع الحليب، يعني لاحظوا معنا الكمية تاع الحليب في الكوب شحال تكون عندنا. راح نضيف أيضا علبة تاع الياغوت الطبيعي، نفتحوهم هكذا مليح. وراح نبدا نضيف الزيت بالتدريج. لاحظوا معنا القوام اللي حين تتحصلوا عليه، يعني القوام تاعكم راح يكون قوام كريمي. لاحظوا الآن حنحط هذا المزيج جانبا. بالنسبة للمرحلة الثانية راح نديروا الكمية تاع البيض. راح نبدا نخلط في البيض وحده في الأول. بعد ما نفتحوا البيض تاعنا هكذا مليح، نديروا الكمية تاع السكر. يعني لازم نخلطوه في الأول بهذه الطريقة، يعني باش السكر تاعنا ما يبقاش يطير لنا كامل في المطبخ. هكذا. والان راح نبدا نخلط في البيض والسكر بسرعه تكون متوسطه. لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه، لازم تخدموا مليح البيض مع السكر تاعكم. الان راح نضيف له قشور ليمون وراح نضيف ايضا رشه الملح. وراح نضيف الخليط الاول اللي كنا حضرناه. لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون متماسك. بهذه الطريقه رانا ضمننا انه الحليب يعني ما راحش يفصل على الزيت. هذا القدر هكذا راه كافي. راح نبدا نضيف في الكمية تاع الفارينة، يعني حنستعمل 2 كوب في الأول، نضيف معهم أيضا الفانيلا، وراح نضيف الخميرة الكيميائية، ونغلب لهم كامل مع بعض، وراح نبدا نحركو فيهم غير بشوية فقط. حنا راح نستعملو 300 غرام من الفارينة، ممكن نزيدو 20 غرام أخرى لأنه على حساب يعني الحجم تاع البيض تاعنا. هنا الخليط تاعنا مازال خفيف بزاف، راح نبدا نضيف له يعني في النصف اللي مازال. نديرو فقط نصف الكمية ونخلو نصف الباقي، يعني باه نقدرو نتحكمو في القوام تاعو. مازال شوية خفيف الخليط تاعنا، نكملو كامل الكمية، نزيدو النصف اللي بقالنا. هكذا نكونوا كملنا 300 غرام من الفارينة. هنا رانا استعملنا 300 غرام من الفارينة، لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون. راح خاصو شويه فقط، راح نزيدو حوالي 20 غرام من الفارينة، يعني المجموع راح نستعمل 320 غرام من الفارينة.
هكذا. لاحظوا معنا حوالي ملعقة راح تكون كافية. نعود نخلطوها كامل مليح. يعني دائما الكمية تاع الفرينة يتحكم فيها الحجم تاع البيض، وأيضا الطريقة اللي خدمنا بها، يعني الطريقة اللي طلعنا بها البيض والسكر، وأيضا الطريقة اللي خدمنا بها الحليب مع الزيت مع الياغورت الطبيعي. يعني كي يكون الحجم تاعهم الضعف راح يبدو شوية فرينة زيادة. لاحظوا معنا القوام تاعو كيفاش يكون، ما لازمش يكون سائل كامل، يعني يكون يتقطع كي يولي ينزل. لاحظوا هذا القدر هكذا راه كافي. راح نغطيه بكيس بلاستيكي وراح ندخلوه للثلاجة ونخلوه يرتاح حوالي ساعتين. انتم اذا حبيتوا تطيبوه يعني في وقت قصير خلوه على الاقل يرتاح نصف ساعة، لكن قد ما خليته يرتاح في الثلاجة يعني ساعتين او ثلاثة راح يعطيكم نتيجة احسن. راح ندخلوه ان شاء الله للثلاجة، من بعد ان شاء الله نكملوا بقية المراحل. هنا بعد مرور ساعتين لاحظوا الكثافة تاع الخليط تاعكم كيفاش تكون، يعني خليته ساعتين يرتاح في الثلاجة، راح تلقاو الخليط تاعكم كأنه يعني يابس، لكن ما تضيفوا له والو خلوه هكذا، لأنه بالبرودة حيعاود كامل يتشرب. وفي نفس الوقت نكون جهزت القوالب، يعني هنا استعملت تاع السيليكون، يعني الكيسة تاع السيليكون تقدر تستعملوا تاع الحديد. فيما يخص أيضا هذو القوالب الورقية ولا الأكواب الورقية تقدروا تستعملوا رقم 10 مباشرة، وإذا حبيتوا الحب تاعكم يكون شوية كبير تقدروا تستعملوا رقم 12، لكن بدون ما تغيروا في هذو، يعني نستعمل هذو رقم 10 وندير الكيسات فقط رقم 12. وراح نبدأ نعمر فيهم، راح نبداو نعمروا فيهم بسم الله. في الاول لاحظوا يعني الطريقه اللي تحكموا بها الملاعق تاعكم، يعني ما تحكموش المغرفه هكذا، احكموها بهذا الشكل هكذا، يعني باه تساعدكم في العمل. ونبدا دائما هنا في الطرف هكذا، ونرفع بهذا الشكل هكذا يعني باش ما تقطرش، ونحط مباشره في الكيسات نتاعنا هكذا. نعاود نرفد يعني ما تعمروهمش بزاف، حاولوا تعمروا الثلث فقط يعني بهذا الشكل. لاحظوا نبقى انا متحكم في الملعقة تاعي، يعني ما نبقاش نقطر لداخل في الصينية. لاحظوا هذو اللي فيهم رقم 12 راح يدوا لي اكثر من زوج مغارف. راح نضربهم مره ولا اثنين هكذا هكذا. في الاخير راح نضيف لهم كميه خفيفه فقط من السكر، وهذه الخطوه اختياريه، يعني اللي حاب يضيفها يضيفها، اللي حاب يتخلى عليها ايضا تقدروا ما تضيفوهاش هكذا. بعد ما نكملوا نجهزوا كامل المادلين تاعنا، الان راح ندخلوه للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 220 درجه، يعني نخلوه يسخن حوالي 15 او 20 دقيقه في 220 درجه. من بعد ندخلوا المادلين تاعنا للفرن، لما نغلقوا عليه الباب تاع الفرن نعاود نقصوا ل 200 درجه، نخلوه يطيب حوالي 7 دقائق في 200 درجه. بعد مرور 7 دقائق نعاودوا نقصوا ايضا درجه حراره الفرن ل 180 درجه، ونخلوه يكمل الطياب تاعو. راح يدي لكم وقت بين 17 حتى 20 دقيقه، يعني كل واحد والفرن تاعو. اذا في الاول نسخنوه في 220، لما ندخلوا المادلين تاعنا نقصوا له 200، نخلوه يطيب حوالي 6 او 7 دقائق. من بعد نزيدوا نقصوا له ايضا ل 180 ونكملوا نخلوه يطيب. الان راح ندخلوه للفرن ونشوفوه ان شاء الله جاهز. هنا المادلين تاعنا جاهز بسم الله. شوفوا ما شاء الله الشكل تاعو كيفاش يكون ما شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله المادلين اللي راح تحصلوا عليه، يعني راح يكون كامل طالع، وايضا راح يكون مشقوق وخفيف. نتمنى فقط منكم انكم تتبعوا كامل النصائح اللي مديتهم لكم، خاصة في طريقة الطهي. حاولوا انكم تطيبوها في درجة حرارة تكون فوق المتوسط، يعني ما تطيبوهاش في درجة حرارة متوسط او اقل، لانه لو كان الفرن تاعكم يكون بارد ولا درجة الحرارة تكون قليلة بزاف، يعني المادلين تاعكم راح يفيض لكم على الجوانب، ما راحش يطلع للفوق. نتمنى ان شاء الله تاخذوا هذه النصائح بعين الاعتبار. اما بالنسبه يعني المادلين تاعنا اللي طيبناه في الكيسات الصغار هذوك، يعني رقم 10، هذو في رقم 10 وهذو رقم 12، شوفوا ما شاء الله الشكل تاعهم كيفاش يكون ايضا. يعني كما تحبوا، اذا حبيتوا ديروا العدد بزاف استعملوا رقم 10، واذا حبيتوا المادلين الكبير استعملوا رقم 12. راح نفتحوها الان ونشوفوا كيفاش جا الداخل بسم الله. شوفوا المادلين تاعنا كيفاش جا،
يعني الطراوه ما نحكيش عليها. بسم الله، شوفوا كيفاش يكون الداخل، لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.